حبات. هنا عندي فول. فول بس بالطريقه هندي. انا رح اقيم هيدي هلا. اوكي شكرا. هجيب طاسه تقلوا على النار. اوكي وشويه زيت زيتون. اوكي اوكي وعندي شويه بصل من بس شو عم نعمل؟ بتعمل فول بس بالطريقه هندي. شو الطريقه الهنديه؟ مع كوري. كاري مع فول مع منت يوغرت يعني مع لبن لبن مع نعنع. ايوه يعني جايب الفول من مصر والكاري من الهند واللبن مع نعنع من لبنان وخلطهم ثلاثتهم مع بعض. بس في لبن من نعنع من هند كمان. كمان؟ ايوه اسمه رياتا. ايه صح عارف؟ ايه ونحن بلبنان نعمل لبن مع نعنع وخيار. وخيار ايوه بمصر اسمه ايه؟ سلطة الخيار. سلطة زبادي. سلطة زبادي. ايوه. اوكي. عايز اجيب اللون ذهبي على البصل. وعايز الكوري. اوكي. في الاول. عشان ليه؟ ليه بتعمل عشان البهار؟ ينحرق. No. يعمل جليزنج. نو. No. شو؟ طيب عايز اجيب البهارات محمص. عشان كده افتح الطعم بتاعه. عشان ايه يعمل الطعم؟ اوبن ات افتحه. تفتح الطعم بتاعه عشان تطلع الطعم. ايوه. يعني اندرو عم بيقول اول شيء بنحط البهارات بنحمصها مشان الطعم تصير تبعها مركزه بالاكله. وبعدين لما ده محمص انا بتعمل ايه؟ دجليزنج. ايوه. شو هو الدجليزنج؟ دجليزنج بحط ليكويد. حط شيء سائل. الطاسه وشيل كله الطعم ده من البصل ومن الكوري وبتعمل صوص. اوكي وعندي شويه عصير ليمون. اوكي اوكي حط العصير ليمون ولا تون البيون فريغ مرت الدجاج. ريحة الكاري بالظبط. اوكي هيدا هو الدجليزنج. ايوه طيب ودلوقتي عايز الفول. هيدا فول سليمه. ايوه فول سليمه قالت اندرو مع المي تبعه اكيد. اوكي واسيبه شويه عشان عايز تعمل تخين. اوكي عشان نسمك نتركه على النار شويه تتسمك الصوص تبع الفول اللي مع الكاري وراح اخر شيء حط عليه لبن مع النعنع. طيب دلوقتي انا ماشلهم شويه. اوكي بنهرس الفول شويه عشان كده هيشرب شويه الصوص وبتعمل تخين شويه. اوكي بس مش كله شويه بس. ده جاز. اوكي هقفل النور. اوكي وامتى بنحط اللبن والنعنع؟ واحده واحده. لو بحب الشطه ممكن مع شطه كمان. اوكي بس مع الكاري اوريدي في حر فمع شطه بصير كتير حر. مش قوي في بهارات كاري. في بهارات كاري شطه وفي مايلد كمان. ونحن استعملناها هون. شو ده في النص؟ نص. انت بتحب النص. طيب عايز الزبادي. اوكي شويه زبادي على الوش. اوكي كده بعدين هذا ما صار لبن مع نعنع. اوكي فكرتك حتهرس نعنع معه او بتقص نعنع كمان. انت عم تحط كم حبه نعنع؟ لا 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 استنى. اوكي 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 خلاص كده. اوكي فول على الطريقة الهندية شوي فول مع الكاري واللبن والنعناع.